لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا. قبل كل شيء عايز نقدم تعزيات لكل للناس الثلاثة كان ماتوا في الحج. اثنين ماتوا أمس، واحد الحمد لله مات في عرفة اليوم. اللهم اغفر لهم وارحمهم بالجنة. وثم ثانيا عايز أشكر كل الناس اللي كان اشتركوا في هذا الخدمة. نبدأ بالسفيرنا هنا في المملكة العربية السعودية وبأعضاءه والقنصلية التشاد الموجود هنا. كان كل البرسونال على القنصلية قريب شهر تمام قاعد يشتغلوا في تيت رأسنا عشان الحج. عشان ده نشكر السفير ما قصر، ونشكر كل الأعضاء المعو والقنصلية على التشاد. وصحيح الحج هو شوية صعبة، يدور إدارة كبيرة. عشان ده نشكر كل الناس اللي كان معي في الـ في الـ في الـ في الكوميسيون. نبدا بكوميسيون هنا الترانسبور، هنا السانتي، هنا السيكوريتي، وهنا المرشدين. كل الناس هذيل خدموا قريب 3 أشهر عشان اليوم الحمد لله كل التشاهدين يكونوا مبسوطين في عرفه. عشان كل واحد سي صعب، لكن جينا الحمد لله الحج تمت في عرفه. وعشان ده نشكر الحجاج، كان دائما سمعوا تؤديادنا. سي لقينا ظروفات شوية كثيرة، لكن نطلب منهم السماع عشان كل الشيء النادم إنسان السيدة فيها نقصان. عشان ده ممكن نحن قصرنا في حاجات بسيطة، خليه يسامونا. عشان المهم كلهم جبناهم في العرفة اليوم الحمد لله حجا مبرورا، صحيحا مشكورا، ذنبا مغفورا، وعملا صالحا مقبولا. ان شاء الله كل واحد خليه سامينا كان خيتينا. وهذا اليوم بكره يوم العيد، ممكن نطلب لهم السماء في يوم العيد. ونهايه نشكر المملكه العربيه السعوديه عشان كل الناس اليوم شفتوه من البوليس، من المنظمه، هنا البومبيست، هنا السيكوريست. تعرفوا كيف الحاج هو قريب 5-6 مليون كلهم يجوا في هذا عرفة، وصعب شوية. هم كل ساعدونا والحمد لله ساعدوا المسلمين أما، ونشكرهم شكر كثيرا إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك،